صباح النور. صباح النور. السي عبد المجيد تومرت، انت مسؤول على ورشه مناقشه الافلام المشاركه في الدوره 17 من مهرجان السينما الافريقيه المنظم ما بين 14 و21 يونيو. بانك توضح للراي العام انك جنود خفاء اللي بدونكم ما يكونش هذا المهرجان، بانكم تعطيونا العمل اللي تقوموا به وشنو هي الاهداف من هذه الورشه، واحد المجموعه ديال التوضيحات اللي خصني نعرف الراي العام على هاد الناس اللي تيخدموا، ولكن راه ماتت يعني الاناره يعني ديال الاعلام ماتت. في البدايه اقدم الشكر على الالتفات لهاد اللجان الوظيفيه التي تقوم بعمل جبار، كما قلت يمكن اعتبرهم جنود الخفاء ديال المهرجان الذين يساهمون في انجاح فقراته الاساسيه. طبعا من اهم هذه الفقرات وهي من مرتكزات دورات المهرجان السابقة، وهي طبعا تنظيم وعقلانة إجرائية كل الفقرات الأساسية للمهرجان، ومن بينها الندوات، هي لجنة الندوات التي أشرف عليها كنائب رئيس مهرجان السينما الإفريقية وخريبي. طبعا قبل المهرجان هناك تهيئ أولا لهذه، كل ندوة تهيئ عملها ببرنامج واضح المعالم مع اختيار المجموعة التي يجب أن تكون منسجمة، وقد وقع الاختيار هذه السنة على مجموعة من الإخوان ينتمون لهيئات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الثقافية التي لها أيضا دراية في هذا العمل. أذكر هنا الأخ سعدي عبد اللطيف الذي له تجربة معي مدة 4 سنوات تقريبا، وهو أيضا إعلامي ورجل تعليم. معي أيضا أحد نجوم السينما والممثلين أحمد النحلة، له دراية بكتابة تقارير، يهتم بكتابة تقارير كل الندوات بحكم عملي المهني في الإدارة. ومعي أيضا مفتاح على الطاقات الشابة، معي شابين، وشابة وهي نسرين وهي أيضا لها حاملة شهادة البكالوريا وعندها دبلوم، وأردنا أن ندخلها كتجربة أولى لإدماج العنصر النسوي في هذا العمل. ومعي عامر عبد الرزاق معروف كممثل مسرحي وأحد المؤسسين لأحد المهرجانات الوطنية في المسرح في خريبنا. هؤلاء يقومون بأعمال جبارة قد لا تظهر للحضور. بالك سي عبد المجيد توضح لنا العمل شو تقوموا به. نعم. يعني قبل الندوة. قبل الندوة لابد من تهيئ فضاء الندوة، القاعة الندوات بالفندق، تهيئها من حيث الصوتية، الكراسي الأساسية، بحيث الصوتيات، الوسائل السمعية البصرية التي يمكن أن نعرض بها بعض الأفلام التي كنا محط ندوة، وكذلك تهيئ ماء الشروب وتهوية أو تكييف الهواء المكيف للقاعة، خاصة في بعض المرات ترتفع درجة الحرارة، وكذلك تهيئ الميكروفون للمارادور اللي خصو يتنقل بين الإخوة المتدخلين، وفي نفس الوقت كتابة تقارير حول كل الندوات تليق طبعا تؤرخ أو توثق لكيف مرت الندوة، طبيعة الأسئلة، عدد الحضور إلى آخره. هذا هو. وتشتغل هذه الندوة، هذه اللجنة، في الفترة الصباحية ابتداء من 10 صباحا إلى حدود 2 بعد الزوال. بالنسبة للأفلام مناقشة الأفلام المنافسة، ولكن كاين عندكم موعد تالي. والموعد التاني موعد ليلي، وهو ندوات منتصف الليل، وهي تبدأ مع ابتداء من 12 والنصف وتستمر إلى حدود 3 بعد في بعض الأحيان صباحا. عمل مضني سي عبد المجيد. عمل مضني ويحتاج إلى صبر و عشق لذلك يتم اختيار الذين بغينا توضح لنا كأستاذ، وهذا يعني البعد الثقافي البيداغوجي ديال هذه الندوة. يعني راه ما تجي تبرمجات هكاك من الفراغ، هو تقليد. عندها واحد بالنسبة لمناقشة الأفلام، تقليد في جميع المهرجانات. نعم. تقليد
أول للتعرف على هذه الأفلام المشاركة من خلال مخرجيها أو منتجيها أو الممثلين الذين شاركوا فيها، وللتعرف على سينما هذه الفيلم أو على السينما التي ينتمي إليها هذا الفيلم في بلد خاصة كأفريقيا التي قد لا يتاح للمتفرجين أن يشاهدوا هذه الأفلام. نعم. سواء في القاعة السينمائية أو حتى في على الشاشة التلفزيونية. إذن لابد من مناقشة هذه الأفلام، طبيعة معرفة النقاد، رأي الجمهور، رأي الجمهور، كذلك معرفة ظروف إنجاز هذه الأفلام في قارة نعرف وضعها الاقتصادي ووضعها الاجتماعي والسياسي. نعم. إذن فمن هنا تجي الأهمية لمناقشة هذه الأفلام. نعم. كذلك مناقشة أبعادها الجمالية وأبعادها الفنية ومحاولة مقارنتها بأفلام أخرى. أليست هناك مشاكل سي عبد الجليل؟ طبعا المشاكل حاضرة بقوة، لأن كاين مجموعة من الإكراهات. أولا من المشاكل التي عانينا في هذه الدورة أن هذه الدورة تزامنت مع المونديال، مع المونديال، مع كأس العالم، والذي يجلب كثير من هواه كرة القدم. ومع ذلك فإنني أؤكد بأن الحضور كان وازن ونوعي، لأن عاشق السينما سيتبع السينما بطبيعة الحال. ونحن عامل العام في ندوات الليلية التي يصعب على الكثير متابعتها، وهي كما قلت تقليد يميز مهرجان السينما في الخريبة. نحن عندنا تقليد لا يمكن أن تبدأ ندوة إلا بعد أن يتجاوز، خاصة ميزة هذه السنة سأقاطعك سي جيد، أن ميزة هذه السنة أنكم وفرتوا التنقل. لأي واحد يجي للندوة راه عنده التنقل تيمشي حتى للمدينة. أنا حضرت البارح في الليل وكاين التنقل إلى حدود الواحدة الثانية، الناس ديال التنقل بقاو أون بيرمانونس هنا في الليل. طبعا الملاحظة راه حتى طبعا في السنة يعني ما كاينش إشكال. لا في الدورة السابقة يعني كان تيوقع لنا المشكل، تيبقى حتى لهذا العام تجاوزتوا هذا الإشكال ديال التنقل. نعم. إذا كاين هذا الإشكال اللي حاولنا نضبطوه ديال التنقل، اللي كاين عامل البكالوريا، كاين عامل ديال البكالوريا الوطنيه والجهويه وخاصه الجهويه، لان واحد المجموعه ديال الاطر ديال رجال التعليم اللي عاده تتحضر، ومنهم مراسلين صحفيين، منهم مهتمين، منهم منخرطين معنا في السينما المحلي الى اخره، مستدعين. انا نفسي بصعوبه حصلت على ترخيص ولو شفوي كي اواكب هذه اللجنه. نعم. إذن هذه من الصعوبات. اذا الرساله الاخيره، الرساله الاخيره هو انا ادعو السينيفيل المثقفين والنقاد والمتابعين للشأن الثقافي والخاصة في مجال السمع البصري الاهتمام بهذه الندوات. لماذا؟ لأنها هي نوع من، يمكن أعتبرها الماستر كلاس، نوع من دروس سينمائية تلقى من خلال المداخلات بعض النقاد الحاضرين الذين يتابعون الثقافة السينمائية البصرية، من خلال تجربة المخرجين الذين يشاركون في مناقشة الأفلام. ونحن خاصة في فترة نعيش فيها هيمنة الثقافة السمعية البصرية بامتياز، إذن فلا بد أن نكتسب هذه الثقافة وأبجدتها ومكوناتها. عندي واحد السؤال محرج شيئا ما، هو أن اللجان، أنا أخرجك شوية السياق العام، أن اللجان فيها ناس اللي هما الإنسان المناسب ليس في المكان المناسب. هذا واحد الإشادة لاحظتنا من خلال دردشات الكواليس، بأن مثلا ربما تتحضر اللجنة ديالكم ثم بهذا الميزة اللي أعطيتيني البروفايل ديالهم، راح تبين لي جان اخرى كاين هذا الاشكال، يعني واحد تنحطوه في مكان ماشي مناسب. هذا غير طفيلي على الدومين ديال السينما، في الوقت اللي خاصنا الرجل المناسب في المكان المناسب يكون عاشق السينما، يحمل ثقافه سينمائيه، وتنظن هذه المتغيرات اللي ممكن تساعد على استمراريه بالنسبه للتصور. بالنسبه للتصور ديالي انا، بالنسبه كل ندوات او كل لجان التي عندها علاقه مباشره بالثقافه السينمائيه، وضعنا عليها او على راسها من يهتم بالسينما وله ثقافه سينمائيه بصريه او ينتمي، وخاصه باننا اغلب اللجان اللي عندنا تهتم بالسينما على راسها اعضاء من النادي السينمائي الذي يعتبر احد المؤسسين لمهرجان السينما، بل المؤسس الرئيسي لمهرجان السينما افريقيا بخريبة. باقي اللجان كاللجان التغذيه والنقل وهذا، طبعا وضعنا لمن له تجربه في تسيير مثل هذه المجالات، ولكن مع ذلك انا، ولكن احيانا واحد تلقاه مدير ورشه هو ما عندوش التواصل، تلاحظ انا هذا المدير الورشه ديال التكوين، تلاحظ الورشه ديال التنقل، واحد مثلا لاندي ديرنيتي عمديه واحد ودير مفاجاه عظمى، تيسولو تيقولوا فين هي الصال دو ديبا، تيقولوا ابشر ريستوراسيون. هذا مشكل، يعني مشكل ديال اللغه، مشكل الثقافه، شيء ضروري في واحد المدير وواحد المسؤول على واحد الورشه، لان تتعامل مع ناس افارقه اللي عندهم لغه وعندهم واحد التكوين، خاص الانسان يكون يفهم في هذا المجال. أتفهم سؤالك جيدا، فقط انا هادشي راه وقع في هذا المهرجان. عرفت حتى ما وقع لك، انت نسمع الاخ مكلف بال
الورشات، واللي فهمت ان انا قلت لك ان التعب الذي يتصل اليه او درجه اللي توصل ليه الناس المكلفين بهذا هذا هو من ارهاق الانسان الى اخره، من اللي تيفقد الانسان التوتر ديالو، وخص الواحد يراعي بانه الانسان اللي تيكون تحمل مسؤوليه راه تابعه تابعه. الشاب معك في معايا السي عبد الرزاق، واحد راه قلت لي عطيت التعليل ديالو، واحد الرموز ديال المسرح في المدينه والبوتيك، والان الاشياء اللي احنا وصلنا ليها هو ادماج مثل هذه الطاقات الشابه اللي كان دائما يتهم مهرجان بانه يقصي فئات الجمعيات وغير ذلك، ولكن حاولنا هذه السنة أن نشارك الجميع. نعم. وقد اكتشفت في قبل أن يكون أن أعرفه كممثل، وقد تعاملت معه هنا في ثانوية بن عبدون حينما كنا نهيئ المسرحية في إطار مهرجان إقليم المسرح والفنون، عرفت فيه استعداد للعمل. نشوفوا السي عبد المجيد، نشوفوا الإحساس ديالو، لو سونتيمون ديالك، الشعور ديالك وانت في هاد الورشه، واش تحس الان وشنو اللي تعطاتك كاضافه في واحد الدقيقه ولا؟ هو الصراحه في السنوات الفارطه كنا كنحضروا كمستفيدين في ورشات او كمدعوين لحضور المهرجان، هاد السنه هادي بالدعوه ديال الاستاذ سي مجيد تومرت اللي استدعاني باش نحضر معاهم في اللجنه ديال الندوات، الصراحه كانت استفاده اكثر. نعم. وعرفنا شي حوايج ما كناش كنعرفهم حنا بعاد ملي قربنا، عرفنا. عطيهم لي باختصار. مواكبه الندوات هي من الاشياء الجميله، واكتشفت واحد الحاجه اول مره كنكتشفها، هي الندوات ديال منتصف الليل. نعم. اللي هي كيدور فيها واحد النقاش كبير ومعمق في المجال السينمائي. وتقدر تستافد منه احسن من دروس في كتاب. نعم. لانه كيتلخص هنايا في ثلاثه ديال السوايع في الليل. كنتمنى هاد الناس اللي هما مبعدين على المهرجان وكيقولوا ان كيقولوا بزاف الحوايج على المهرجان، يجيو اولا يستافدوا، ومن بعد عاد يتكلم الناس يعرفوا، عاد يتكلموا على المهرجان. نعم، هذه رساله مهمه. شكرا على سعه صدركما واشكركم.